هلا والله بنات، شو اخباركم؟ شو رايكم بالعباية اللي انا لابستها؟ مرة اتجنن، مرة حلوة. طبعا تيجي القطعة هذه على فكرة لون الخطوط مع الحجاب جاي على عنابي وعلى بنفسجي كذا، لون يجنن مرة. قماش العباية، عذرا، قماش العباية مرة حلو، مسويها هي خصومات 20%، وصراحة القماش من جد من جد من أفخم ما يكون. أنا مرة تعجبني هذه العبايات اللي يعني تكون ما فيها زحمة، عرفتوا؟ يعني تلبسينها في أي وقت، ممكن تضيفين عليها أي شيء، تكون مناسبات. وعلى فكرة يجي معاها هذا الحزام. اللي عجبني أكثر لون الحجاب، يجنن كذا، ينور الوجه، مرة عجبني.